السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المضارع التام present perfect. يلا مع بعض. هو اسمه غريب المضارع التام، منين ان هو مضارع ومنين ان هو تام؟ يعني خلص ولا مخلص؟ واذا كان خلص وتم ليه ما بقاش في الماضي مش في المضارع؟ سموه تام عشان حدث تم في الماضي، سموه مضارع عشان الحدث اللي تم ده له علاقة بالمضارع، يعني الزمن او الفعل خلص خلاص لكن له علاقة بالمضارع بالحاضر. العلاقة دي هنشوفها في استخداماته دلوقتي. المضارع التام عنده وفرة في استخداماته. اول حاجة بيدل على حدث بدأ في الماضي وما يزال مستمر حتى الآن، يعني حاجة بدأت في الماضي ولسه شغالة لحد دلوقتي، ما انتهتش ودايما مرتبطة بالمدة، وده مع كلمة سينس وفور. علي هاز ليفد إن كايرو سينس 2010. يعني علي عايش في القاهرة من سنة 2010، من 2010 لحد دلوقتي لسه عايش في القاهرة. حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر إلى الآن. I have studied English for two hours. أنا بذاكر إنجليزي من ساعتين، من ساعتين لحد دلوقتي لسه بذاكر، مجتهد ما شاء الله، ولذلك خدنا المضارع التام. الاستخدام التاني بيدل على حدث بدأ أو انتهى منذ فترة قصيرة، يعني حاجة بدأت أو خلصت بس من شوية صغيرة، ودايما مع كلمة just. في علاقة هنا بين الماضي والحاضر، هي خلصت بس مش شوية صغيرة قوي. The film has just finished. الفيلم لسه خلصان حالا، خلص بس من فترة صغيرة حالا. أدم لسه خلصان حالا يبقى مضارع تام. وممكن أقول The film has just started. يعني الفيلم لسه بادئ حالا، لسه بادئ حالا، لسه خلصان حالا، أدم حالا، يبقى مضارع تام. We have just played tennis. لسه لاعبين تنس حالا، يدوبك يعني لسه بادئين نلعب من شوية صغيرة. وممكن أقول لسه مخلصين اللعب حالا. We have just finished playing tennis. الاستخدام التالت بيدل على حدث انتهى في الماضي ولكن أثره ما زال موجود حتى الآن. التركيز هنا مش على الحدث، التركيز على الأثر أو النتيجة. الفوكس هنا على الريزالت أو الإفكت. ما يهمناش إنه انتهى، اللي يهمنا أثره أو نتيجته. يعني مثلا روبرت has broken his leg so he can't walk easily. إن روبرت كسر رجليه ولذلك مش قادر يمشي بسهولة. الحدث انتهى، رجلي كسرت، لكن أثره ونتيجته لسه موجودة، إنه مش عارف يمشي دلوقتي. I have lost my keys. I can't open the door now. أنا ضيعت المفاتيح بتاعتي. طب إيه النتيجة؟ مش عارف أفتح الباب الآن. يبقى الأثر والنتيجة إنه مش عارف أفتح الباب دلوقتي، ولذلك خدت المضارع التام. الاستخدام الرابع بيدل على حدث انتهى في الماضي دون ذكر وقت حدوثه، لأني مش عارف حصل إمتى، أو لأني مش عاوز أقول حصل إمتى، يعني عملت حاجة في وقت غير محدد. Maha has bought a car. يعني Maha اشترت عربية. اشترت إمتى ما قالتش، ممكن تكون مش فاكرة أو مش عاوزة تقول. أمال لو قالت إمتى بقى؟ لو قالت إمتى نستخدم الماضي البسيط. We have traveled to Aswan. إحنا سافرنا لأسوان. ما قلناش إمتى، لكن اللي يهمنا إن إحنا سافرنا لأسوان. الاستخدام الخامس بيدل على حدث حصل مرة أو تكرر حدوثه عدة مرات في الماضي ويمكن أن يكرر مرة أخرى، يعني حاجة حصلت مرة أو كذا مرة وممكن تكرر تاني في المستقبل. وده ما بيجي مع الكلمات دي today, this morning, this evening إلى آخره، إذا كانت هذه الفترات ما زالت مستمرة ولم تنتهي حتى الآن. يعني إيه الكلام ده كله؟ في المثال ده علي has written three stories this week. يعني علي كتب ثلاث قصص حتى الآن. تكرر كتاب كل القصص ثلاث مرات ولسه ممكن يكتب قصص تاني بعد كده.
They have traveled to Alexandria twice this year. They have traveled to Alexandria twice this year. يعني هم سافروا الإسكندرية مرتين قبل كده. لحد دلوقتي ممكن يسافروا تاني وتالت ورابع. حدث تكرر في الماضي وممكن يكرر تاني وتالت ورابع. لو لاحظتوا في علاقة بين الماضي والمضارع، إنه حصل قبل كده مرة مرتين تلاتة في الماضي وممكن يتكرر في مضارع تاني. الاستخدام السادس بيدل على حدث لم يحدث حتى الآن لكن متوقع أو منتظر حدوثه، يعني حاجة ما حصلتش لسه، ما حصلش لسه على شرهان لكن متوقع حدوثه بعد كده. He hasn't had his breakfast yet. He hasn't had his breakfast yet. يعني هو ما افطرش لحد دلوقتي بس متوقع أو منتظر إن هو يفطر. The train hasn't arrived at the station yet. The train hasn't arrived at the station yet. يعني القطر ما وصلش المحطة لحد دلوقتي لكن متوقع وصوله. الاستخدام السابع والأخير لما نتكلم عن الخبرات والتجارب السابقة لشخص ما. Experience. I have worked in this school for years. I have worked in this school for years. أنا اشتغلت في المدرسة دي بقالي سنين، عندي خبرة سابقة بقالي سنين في هذه المدرسة. Have you ever visited a foreign country? Have you ever visited a foreign country? هل أنت قبل كده زرت دولة أجنبية؟ بسألك عن خبرتك السابقة في زيارة الدول الأجنبية، هل أنت عندك الخبرة دي ولا ما عندكش؟ فور من التكوين، المضارع التام بيتكون من has أو have زائد البي بي التصريف التالت. He, she, it أو أي اسم مفرد بتاخد has. I, we, you, they أو أي اسم جمع بياخدوا have. طبعا اختصار has apostrophe s، اختصار have apostrophe ve. He has watched TV for 2 hours. He has watched TV for 2 hours. بيتفرج على التلفزيون بقاله ساعتين. خدنا هنا has عشان he. They have just eaten. They have just eaten. لسه واكلين حالا. خدنا have عشان they. Negative النفي. لما احب انفي المضارع التام بحط كلمة not بعد has او have. هتبقى has not اختصارها hasn't. هتبقى have not اختصارها haven't. زائد التصريف الثالث الفعل. They haven't visited their grandfather lately. They haven't visited their grandfather lately. ما زوروش جدهم لحد دلوقتي. وممكن نفي مطلق بكلمة never. تبقى has never أو have never زائد التصريف الثالث. لاحظوا ما حطش نوت معاه. ما ينفعش أقول hasn't never أو haven't never. never بس. يبقى has never أو have never زائد التصريف الثالث. He has never seen a king. He has never seen a king. لم يرى أبدا ملك. never بتدل على النفي المطلق، ما عملناش الحاجة دي أبدا. السؤال interrogative بستخدم has أو have زائد الفعل زائد التصريف الثالث زائد باقي السؤال. معناها هل has Sammy met the tourist at the pyramids؟ has Sammy met the tourist at the pyramids؟ هل سامي قابل السياح عند الأهرامات؟ طبعا الإجابة yes he has أو no he hasn't. ممكن استخدم أداة استفهام وبعدين has أو have والفعل والتصريف الثالث وباقي السؤال. How long has Sammy met the tourist at the pyramids? How long has Sammy met the tourist at the pyramids? كم المدة التي قابل فيها سامي السياح عند الأهرامات؟ الكلمات الدالة clue words. زي ما قلنا قبل كده الكلمات الدالة بتساعدني إلى حد كبير في معرفة زمن الجملة، لكن هي مش كل حاجة لأن ممكن هذه الكلمات تيجي في كذا زمن. طب والحل؟ أعرف أنهي زمن إزاي؟ يبقى لازم حاجتين أعرفهم، لازم أفهم معنى الجملة واستخدامات الزمن، وبالتالي هيبقى سهل علي أعرف أي زمن. الكلمات الدالة مرتبهم أنا بشكل كويس هنا عشان يبقى سهل جدا الحفظ. الكلمات الدالة since, for, ever, never, already, lately, recently, just, over the years, throughout ages, in the last 5 years, for as long as I can remember, yet, up till now, until now, up to now, so far, today, this week, إلى آخره. المضارع التام المجهول بيتكون من has أو have زائد been أو been. been البريتش وبين الأمريكان زائد التصريف الثالث. علي has repaired his car already. علي has repaired his car already. الجملة دي معلوم. المجهول بتاعها علي's car has been repaired already. علي's car has been repaired already. يعني لقد صلحت عربية علي. يعني عربية علي اتصلحت. في مجموعة rules قواعد ورا بعض لذيذة كده هناخدها مع بعض. هنبتدي ب 5 cents 5 cents.
إنسنس لها 3 قواعد مشهورين جدا وفرقين يبقوا 5. القاعدة الأولى بتقول إن سينس لو في جملة واحدة بس بنحط الجملة دي في زمن المضارع التام. يعني أحمد has traveled to France since 1998. أحمد has traveled to France since 1998. يعني سافر أحمد لفرنسا منذ سنة 98. لو لاحظتوا في سينس في الجملة في فعل واحد هنا traveled حطنا في المضارع التام بقى has traveled. القاعدة الثانية سينس لو جت في جملتين بعدها ماضي بسيط وبعدين مضارع تام. ودي قاعدة غريبة جدا. ليه؟ لأن جملة فيها ماضي بسيط وفيها مضارع، فيها الماضي مع المضارع في نفس الجملة. يعني ممكن تلاقي جملة فيها ماضي وبعدين ماضي، مضارع 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 مستقبل، لكن ماضي مع مضارع بتبقى صعبة إلا في القاعدة دي بتاعت سينس، وبتدل على حدث صغير منتهي ما خلصش لسه. Since he graduated in medicine, he has worked in this hospital. Since he graduated in medicine, he has worked in this hospital. يعني من ساعة هاني ما تخرج من كلية الطب وبيعمل في هذه المستشفى. الحدث ما انتهاش، لسه بيشتغل في هذه المستشفى. ممكن السنس تيجي بين الجملتين قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. هاني has worked in this hospital since he graduated in medicine. هاني has worked in this hospital since he graduated in medicine. يعني هاني اشتغل في هذه المستشفى من ساعة ما تخرج من كلية الطب ولسه لحد دلوقتي شغال فيها، حدث ما انتهاش. القاعدة التالتة it's مدة الحدث since فاعل last ماضي بسيط وممكن نشيل last. It's 3 weeks since I last visited my uncle. It's 3 weeks since I last visited my uncle. يعني ما زرتش عمي من 3 أسابيع. شوف عمي عامل ازاي؟ الحمد لله انا ما زرتوش. بس لا ده مش عامل حقيقي. دول الـ3 قواعد بتوع سينس. الفرقين، الفرق الاول بين كلمه فور وسينس، ايه الفرق بينهم؟ لو خدت بالكم من الجدول هنا ان فور بعدها مده، فور 5 hours مده 5 ساعات، 3 days 3 ايام، 7 months 7 شهور الى اخره. امال سينس بعدها بدايه، سينس 5 o'clock من الساعه 5، سينس ماندي منذ الاثنين الماضي، كلها بدايات. يعني مثلا لو الماتش ابتدى الساعه 2، ابتدى الساعة 2 بداية تبقى سينس. أما لو الماتش قعد ساعتين يبقى دي المدة اللي قعدها، تبقى دي فور. في ملاحظتين مهمين جدا عن الفرق بين فور وسينس. لو خدت بالكم بالنسبة لفور بيجي بعدها كل الكلمات الأخيرة اس، 5 hours days months years، أو الكلمات اللي أولها إيه زي a week a fortnight a short time. الفرق التاني بين سينس وأجو إن سينس منذ وأجو منذ، بس في 3 فروق بينهم. ان سينس ما بيجيش في اخر الجمله وبعدها بدايه فتره ومعها المضارع التام. اجو دايما في اخر الجمله وقبلها مده زمنيه ومعها الماضي البسيط. لو خدنا المثالين دول he has traveled to Luxor since 2017. He has traveled to Luxor since 2017. He traveled to Luxor 3 years ago. He traveled to Luxor 3 years ago. سينس ما جاتش في الاخر، بيجي بعدها بدايه من 2017 ومعها المضارع التام هاز ترافلد، لكن اجو في الاخر وقبلها مده 3 سنين 3 ييرز ومعها الماضي البسيط. كده الخمسه سينس بتوعنا، الـ3 قواعد والفرقين. يت معنا حتى الان او ليس بعد، هي 3 حروف و3 شروط. الـ3 شروط في اخر الجمله ومعها المضارع التام المنفي. هي هازنت دون هيز هومورك يت. هي هازنت دون هيز هومورك يت، ما عملش واجبه لحد دلوقتي. لاحظوا يدي في الاخر ومعها مضارع تام منفي hasn't done. ممكن تيجي في اخر السؤال، بس السؤال ممكن يكون مثبت او منفي، الاثنين صح. hasn't he done his homework yet? hasn't he done his homework yet? هو لسه لحد ما عملش الواجب بتاعه؟ يدي بتدي انطباع ان الشيء اتاخر عن ميعاده. في السؤال بتاعنا has او hasn't he done his homework yet معنى هو لسه لحد دلوقتي ما خلصش الواجب بتاعه، المفروض يكون خلصه اتاخر شويه يعني، بس هيعمله بعد كده. توقع حدوثه لاحقا. has او have gone to معناها ذهب ولم يعد، او ما زال هناك او في الطريق لهناك، يعني راح مكان ولسه ما جاش منه. اما has او have been to معناها ذهب وعاد، راح المكان ده وجي منه. he has gone to Greece he is still there. يعني هو راح اليونان ولسه لحد دلوقتي هناك، خدنا has gone عشان كده. he has been to Greece he came back last week. يعني هو كان في اليونان وجه الاسبوع الماضي، معناها راح وجه. has gone to ذهب لمكان ولسه هناك. has been to راح لمكان وجه. ever معناها من قبل، دايما بتيجي في حاجتين، في السؤال والجمله المثبته.
وبنسأل بيها عن شيء عمل شخص في حياته كلها. يعني لو خدنا السؤال ده: Have you ever ridden a camel? Have you ever ridden a camel? يعني هل سبق لك انك ركبت جمل قبل كده في حياتك كلها؟ طبعا yes or no. ممكن جملة: This is the most beautiful girl I have ever seen. This is the most beautiful girl I have ever seen. دي أجمل بنت شفتها في حياتي كلها من قبل. لو لاحظتوا في الجملة ديت في صفة تفضيل هنا: The most beautiful girl، أجمل فتاة. لما يكون في صفة تفضيل بنستخدم دايما ever. never معناها أبدا، دي بتيجي في النفي وما نفهاش بنقطة أبدا، لأن هي أصلا منفية. تنفي حدوث الفعل مع عدم توقع حدوثه لاحقا، يعني الحاجة دي ما حصلتش قبل كده والتوقع إنه مش هيحصل بعد كده. I have never met a famous actor. I have never met a famous actor. ما شفتش قبل كده ممثل مشهور. Already معناها بالفعل أو فعلا، بتدمن في الجملة المثبتة والسؤال. لما نتكلم عن شيء دايما تم قبل موعده أو حدث انتهى أسرع مما نتوقع. سوها has already eaten. سوها has already eaten. أو سوها has eaten already. سوها has eaten already. يعني سوها أكلت بالفعل. هو متوقع إن ما كنتش خلصت دلوقتي، لكن خلصت أسرع مما نتوقع. لاحظوا already بتيجي بين have و has والتصف الثالث، أو ممكن تيجي في آخر الجملة. Has he written all his homework already? Has he written all his homework already? هل كتب كل الواجب بتاعه بالفعل؟ already معناها ايه ده؟ خلص بدري. امال كلمه يت ده لسه خلاص لحد دلوقتي. recently lately الاثنين معناها مؤخرا. recently بتيجي في السؤال وتفضل في الجمله المثبته. اما lately معناها مؤخرا، بتيجي في السؤال وفي الجمله المثبته والجمله المنفيه، لكن تفضل في الجمله المنفيه. have you bought any book lately او recently؟ Have you bought any book lately? Recently. هل انت اشتريت اي كتاب مؤخرا؟ فتنفع lately و recently بيجوا في السؤال اتنين زي بعض. I have received a lot of emails recently lately. I have received a lot of emails recently lately. معناها تلقيت كثيرا من الايميلات مؤخرا، فتنفع recently وتنفع lately عشان الجمله مثبته، لكن تفضل هنا recently بس الاتنين صح. She hasn't phoned me lately. She hasn't phoned me lately. يعني هي ما اتصلتش بي مؤخرا. خدنا lately عشان بتيجي في الجمله المنفيه. So far up till now up to now till now until now كل الشله دي كلها بتنفع تيجي في السؤال والجمله المثبته والجمله المنفيه في كل الجمل يعني. How many chairs have you made so far up till now الى اخره. How many chairs have you made so far او up to now. معنى كم عدد الكراسي اللي انت صنعتها حتى الآن؟ سؤال هنا. I've written two letters so far. I've written two letters so far. كتبت جوابين لحد دلوقتي. He hasn't had any problems so far. He hasn't had any problems so far. ما عندوش أي مشاكل لحد دلوقتي. ممكن طبعا عشان so far وحط أي واحدة منهم. في ملاحظات إضافية هامة على المضارع التام. After وAs soon as وBefore وTill وUntil وWhen وIf لو جه بعده مضارع بسيط أو مضارع تام الجملة التانية بتدل على المستقبل. هنا المضارع التام بيعبر على المستقبل. After he has watched the film he will go to bed. After he has watched the film he will go to bed. يعني بعد ما يتفرج على التلفزيون هيروح ينام. After هنا جبنا بعدها مضارع تام has watched، وممكن أقول مضارع بسيط watches. Hani has worked in this hospital since he graduated medicine. ايه معنى الجملة؟ ان هاني بيشتغل في المستشفى دي من ساعة ما اتخرج في كلية الطب. الحدث ما انتهاش، لسه مستمر حتى الآن، عشان كده خدنا مضارع تام. طب بص الجملة التانية: Hani had worked in this hospital since he graduated in medicine. معنى الجملة إن هاني كان يعمل في هذه المستشفى منذ أن تخرج في الطب. أفهم من الجملة إن الحدث ده انتهى، لم يعد يعمل في هذه المستشفى، بقاش يشتغل فيها. لاحظ الفرق هنا في فور. حسن has lived in Cairo for five years. هنا فور في المضارع التام. طب الجملة التانية: حسن lived in Cairo for five years. هنا فور خد الماضي البسيط. طب الاتنين صح،
امال ايه الفرق في المعنى؟ الجمله الاولى اللي في المضارع التام بتدل على ان حسن عايش في القاهره من 5 سنين ولسه عايش لحد دلوقتي، ما انتهاش الحدث. الجمله الثانيه ان حسن كان عايش في القاهره لمده 5 سنين، ان الحدث تم في الماضي وملوش علاقه بالحاضر، ما بقاش يعيش في القاهره دلوقتي، حدث منتهي. لاحظوا كتير القواعد، ده جميل جدا، 6 قواعد في بعض، دي تجميع جميله، كلهم نفس المعنى، معناها ما رحتش لفرنسا من 3 سنين، كل دول ب6 اشكال مختلفه، 6 قواعد. لو خدنا الجمله الاولى I haven't traveled to France for 3 years، ما سافرتش لفرنسا بقى 3 سنين، لو خدت بالك هتلاقي الفعل I والمضارع التالي المنفي haven't traveled وبعدين for وبعدين مده الحدث 3 سنين. I haven't traveled to France since 2017، ما سافرتش لفرنسا من سنة 2017، نفس المعنى. لاحظ القاعدة، فعل I و haven't traveled مضارع تام و since وبعدين بداية الحدث من سنة 2017. الجملة الثالثة، I lost traveled to France 3 years ago، آخر مرة سافرت لفرنسا من 3 سنين، نفس المعنى، فعل I وبعدين كلمة lost والماضي البسيط traveled والمدة الحدث 3 سنين 3 years وبعدين ago. I last traveled to France in 2017، نفس المعنى، جبت الفعل I وبعدين lost وبعدين الماضي البسيط traveled وبعدين in وبعدين بداية الحدث، بداية الحدث سنة 2017. الجملة قبل الأخيرة، The last time I traveled to France was 3 years ago. The last time والفعل I وبعد الماضي البسيط traveled وبعدين was وبعدين مدة الحدث 3 سنين وبعدين ago. The last time I traveled to France was in 2017. هتلاقي The last time والفعل I والماضي البسيط وبعدين was وبعدين in وسنة الحدث. كل دول يعتبر صح. كوكتيل رائع لجمل نفس المعنى ونفس القواعد. كوكتيل تاني رقم 2 عبارة عن 5 قواعد وخمس جمل رائعين ونفس المعنى. I have learned English for 10 years، بتعلم انجليزي بقى 10 سنين. الفعل I وبعدين have learned مضارع تام وبعدين for وبعدين مدة الحدث 10 سنين. I have learned English since 2010، أنا بتعلم انجليزي من سنة 2010. هتلاقي الفعل I وبعدين have learned مضارع تام وsince وبعدين بداية الحدث من 2010. I learned English 10 years ago، أنا تعلمت إنجليزي من 10 سنين، نفس المعنى، الفاعل I وبعدين learned ماضي بسيط وبعدين مدة الحدث 10 سنين وبعدين ago. I started learning English 10 years ago، القاعدة دي مهمة، بجيب الفاعل I وبعدين started أو began، الاتنين صح، وبعدين أجيب learning الفعل في ING وممكن أقول تقول مصدر to learn، الاتنين صح، وبعدين مدة الحدث 10 سنين وبعدين كلمة ago. It's 10 years since I learned English، القاعدة خدناها قبل كده من شوية، it's ومدة الحدث 10 سنين و since وبعدين ماضي بسيط. لاحظوا الجمل ديت، I'm still studying Chinese. I'm still studying Chinese، لسه أو ما زلت بدرس الصيني، بتساوي I've studied Chinese. I'm still writing the lesson، ما زلت أكتب الدرس. ممكن تساوي بالظبط I haven't finished writing the lesson yet. مونا did her homework a moment أو a short time ago، يعني مونا عملت واجب من فترة قصيرة، بتساوي مونا did her homework just now، نفس المعنى، just now بتدل على الماضي البسيط، أو مونا has just done her homework، التلات جمل بيساووا بعض في المعنى. لاحظ الجملة ديت، I lost played football when I was at the club، بتساوي I haven't played football since I was at the club. I have never met such a tall man، ما قابلتش راجل بهذا الطول، بتساوي he is the tallest man I have ever met. I have never watched a match as exciting as this one، ما شفتش ماتش مثير زي ده، بتساوي this is the most exciting match I have ever seen، أو this match is the most exciting one I have ever seen. He has never traveled abroad before، ما سافرش الخارج من قبل، بتساوي it's the first time he has ever traveled abroad. Test yourself، اختبر نفسك. Oh I my mobile what can I do؟ طبعا الصح have broken، ليه؟ لأن ده مضارع تام وحدث لسه منتهي من فترة قصيرة. Oh اللي عرفني what can I do، أعمل إيه دلوقتي؟ It's a month hand last visited her uncle، طبعا الحل since، ليه؟
اتس والمدة وسنس وفاعل وبعدين ماضي بسيط. I have sent him an email. I expect him to send me a check soon. طبعا الصح recently. ليه؟ لأن معنى الجملة أنا لسه مبعت له مؤخرا إيميل ومتوقع منه الوصول. For centuries the wind to sail ships it's still used in some places. طبعا الصح has been used مش معنى يعني مبني المجهول وفي نفس الوقت ما زالت تستخدم حتى الآن. I my box in the class. Could you go and fetch them for me? طبعا الصح هتبقى have left. لأن لسه الحدث من تم فترة قصيرة. His style of painting over the years. طبعا الصح has changed رقم C over the years بتدل على المضارع التام دايما. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان أكبر عدد يستفاد منه وشكرا لكم والسلام عليكم. لو في أي سؤال أو أي تعليق أو أي استفسار ياريت تقولوا ده في الكومنتز وإن شاء الله هرد عليكم.